بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. في البداية طبعا بنبارك للنادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي وإدارته وإدارة قناة الأهلي. امبارح بالأمس حصول قناة الأهلي على جائزة الأفضل في مهرجان الفضائيات العربية، وده دايما عهد النادي الأهلي، تاريخ، مبادئ، تطوير. ما شاء الله بنشوف تطوير كبير في النادي الأهلي، سواء في الإنشاءات أو على مستوى الفرق الرياضية، وآخر التطوير قناة النادي الأهلي. ما شاء الله بنشوف قناة الأهلي في ثوبها الجديد، برامج بتعجب كل جمهور النادي الأهلي، وهو ده دايما عهد النادي الأهلي، التطوير دايما في كل برامج النادي الأهلي. فزي ما احنا شايفين الأستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف هو بيستلم الجائزة امبارح، فده تتويج لكل العاملين وكل المذيعين وكل الناس اللي موجودة في قناة النادي الأهلي. شغل طبعا كبير ومجهود كبير، ودايما النادي الأهلي هو بيكون الأفضل. الحاجة التانية، زي ما احنا امبارح احتفلنا بفوز النادي الأهلي أو قناة الأهلي بجائزة الأفضل، نتمنى إن شاء الله يوم 27 فريق الكورة يتوج باللقب الأفريقي، اللقب المهم إن شاء الله عشان تكتمل فرحتنا. وقبل ما نروح للنادي الأهلي والنهائي الأفريقي ومبادرة ليلة التعصب، بنبارك لمنتخب مصر. منذ دقائق قليلة انتهت المباراة بنتيجة منتخب مصر 3-1 على توجو. النهاردة الأداء أفضل والنتيجة كمان كانت في صالح منتخب مصر. عايز أتكلم عن لعيبة النادي الأهلي، محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، وأيضا مجدي أفشة. مجدي أفشة النهاردة اللي كان رومانة الميزان، النهاردة منتخب مصر أداؤه اختلف عن المباراة السابقة بسبب وجود مجدي أفشة، كان هو نقطة الاتزان في وسط الملعب. كمان الهدف اللي أحرزه شبيه شوية من هدف الوداد، قطع كرة على 18 وراح ركنها بحرفانة كبيرة جدا. محمد مجدي أفشة النهاردة كان ليه عامل السحر في خط وسط منتخب مصر. أيضا كمان محمد الشناوي ما شاء الله الاتزان عنده والخبرات الكبيرة والثقة اللي بيديها لخط الدفاع، كل الكرات اللي جات له حتى اتعامل معاها بشكل جيد. أيمن أشرف لعب في الباك ليفت أدى أداء رائع، وحمدي فتحي كمان. فبنبارك لمنتخب مصر وأيضا لعيبة النادي الأهلي اللي كانوا النهاردة في الميعاد وأدوا مباراة كبيرة. عايز أتكلم عن مبادرة لا للتعصب اللي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، فعلا مبادرة جيدة جدا. النهاردة لما نشوف الأهلي والزمالك أكبر ناديين في القارة الأفريقية وأكبر ناديين في مصر موجودين في النهائي الأفريقي، ده يعني تتويج للكرة المصرية. وزي ما احنا شايفين دلوقتي لقطات معانا على الشاشة، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاتة، اتنين نجوم واتنين رموز كبار جدا سواء من الأهلي أو الزمالك. هو ده دايما عهدنا بالأهلي والزمالك، لا للتعصب، هي دي دايما العلاقات الجيدة اللي بتكون بين الناديين. شفنا قبل كده كابتن حلمي زامورة مع الكابتن صالح سليم، دلوقتي بنشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو كان قبل كده لاعب مع الكابتن حسن شحاتة. هي دي اللقطات اللي أنا أتمنى أشوفها يوم 27. طبعا في النهاية بنتمنى فوز النادي الأهلي وأنه يتوج باللقب وأن اللعيبة تفرح جمهورها، لكن هي دي الروح اللي أنا نتمنى أن احنا كلنا نشوفها يوم 27. يوم 27 عايز أتكلم عن التحكيم الأفريقي. التحكيم الأفريقي مهم جدا، زي ما احنا بنتكلم النهاردة عن عرس أفريقي في القارة الأفريقية النهائي الأفريقي، أتمنى كمان من التحكيم أنه يكون في الميعاد. التحكيم الأفريقي عليه علامات استفهام كبيرة جدا خلال الفترة السابقة وخلال مباريات كبيرة. زي ما احنا شايفين الحكم أمامنا، الحكم الأثيوبي بملاك تسيمة. عايز أقول لحضراتكم الحكام الأول المرشحين لإدارة المباراة النهائية، أول حاجة الجزائري مصطفى غربال، ده من الحكام الجيدين جدا، عنده خبرات، عنده ثقة، أدار مباريات كبيرة. السنة اللي فاتت أدار مباراة الصفاقسي مع النجم الساحلي وكانت مباراة صعبة جدا، أدارها بحرفية كبيرة. عندنا رضوان جيد الحكم المغربي، حكم يمتاز بالنزاهة، أيضا حكم جيد جدا. فيكتور جوميز زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم من أفضل حكام القارة الأفريقية، فيكتور جوميز ده الحكم مصطفى غربال الجزائري، حكم ممتاز مصطفى غربال. والحكم أيضا الأثيوبي رابعهم بملاك تسيمة. في علامات استفهام كبيرة حوالين الحكم الأثيوبي، من المحتمل
أن يكون مصطفى غربال هو حكم اللقاء. أنا بتنبأ من دلوقتي طبعا قبل المباراة بأيام قليلة بيعلن عن حكم المباراة، ومن المحتمل أيضا بملاك تسيمة أن يكون حكم الفار. هنا هيكون في علامات استفهام كبيرة أن حكم الفار لا يقل أهمية عن حكم اللقاء أو حكم الملعب. فالنهاردة علشان نناشد المسؤولين في الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام، عايزين مباراة جيدة، عايزين تحكيم جيد للقارة الأفريقية. النهاردة عنوان القارة الأفريقية هو مباراة الأهلي والزمالك، فالنهاردة ما ينفعش التحكيم الأفريقي يكون دون المستوى، سواء حكم الميدان أو حكم اللقاء وأيضا حكم الفار. فعشان كده احنا بنقول على الحكم الأثيوبي عليه علامات استفهام كبيرة. أما فيكتور جوميز، مصطفى غربال، رضوان جيد، التلاتة فعلا يشرفوا القارة الأفريقية في التحكيم. نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتدأ مع حضراتكم من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. ومران الأهلي شهد عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي في التدريب. طبعا هنشوف يعني الأجندة الدولية سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب، إدى فرصة كبيرة للاعبين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إن نشوف عدد كبير من اللاعبين متواجد مع الفريق الأول. زي ما احنا شفنا الخبر قدام حضراتكم، عايز أقول الأسماء لحضراتكم مرة تانية، أو أقول الأسماء لحضراتكم 13 لاعب اللي كانوا موجودين مع الفريق الأول. اللاعب أحمد نبيل كوكا، إبراهيم السيد، مصطفى إلياس، جلال فارس، عبد الرحمن أشرف مانو، محمد شكري، فهد جمعة، أحمد عبد القادر، ميدو حسام، وليد مصطفى، زياد طارق، مصطفى فوزي، وصالح نصر. ما شاء الله عدد كبير. وموسيماني كده بدأ يتعرف أكتر على لاعبي النادي الأهلي الناشئين اللي خرجوا أو طلعوا معاه في الفريق الأول. نروح للخبر الثاني. الخبر الثاني مع لاعبنا شادي رضوان، وبالمناسبة شادي رضوان هيكون ضيفنا النهاردة في الجزء الثاني من برنامج الأشبال. وشادي رضوان من أوائل الناس اللي اتكلموا عنه أو قدموه لجمهور النادي الأهلي، كنا احنا هنا في برنامج الأشبال. شادي رضوان يعلن إعارته إلى البنك الأهلي ويشكر القلعة الحمراء. كان كتب شادي رضوان على صفحته الرسمية على فيسبوك بيقول: أنا بشكر النادي الأهلي على موافقتهم على إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي، خطوة كنت محتاجها، خطوة مهمة في مستقبلي، إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأقدم موسم كويس للفريق ولنفسي. شادي رضوان خامة كويسة. حضراتكم شفتوا شادي رضوان لما كنا بنذيع مباريات الأهلي هنا أو قطاع الناشئين على الهواء مباشرة، كنا بنعمل استوديو تحليل. خامة جيدة جدا. موسيماني خلال الفترة اللي فاتت استعان بيه في التدريبات، أيضا شارك في أجزاء في المباريات الرسمية. الموسم اللي جاي ممكن فرصه تكون قليلة شوية في اللعب، فالنهاردة السياسة اللي بيتبعها النادي الأهلي ولجنة التسويق التعاقدات في النادي الأهلي إعارات اللعيبة. شفنا محمد فخري راح البنك الأهلي، النادي البنك الأهلي، وأيضا شادي رضوان النهاردة لما يروح مع البنك الأهلي ويبدأ يشارك بصفة مستمرة أو يلعب أجزاء كبيرة، النهاردة ياخد خبرات كبيرة. السنة الجاية إن شاء الله يكون موجود شادي رضوان، فأنا بحييه على الخطوة دي وكمان يكون موفق فيها، والسنة الجاية نشوفه أيضا مع الفريق الأول بالنادي الأهلي. نروح مع منتخبنا، منتخب الشباب، الكابتن ربيع ياسين، بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. التصفيات هتكون في نص 12، نص ديسمبر، نتمنى له التوفيق. البطولة هتكون التصفيات مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، وإن شاء الله بياخدوا فرقتين بتلعب النهائيات في موريتانيا في شهر 3. منتخب الشباب يفوز على النجوم بهدف نظيف وديا، أحرز هدف اللقاء عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري. نروح لخبر الخبر اللي بعد كده. بسبب اختبارات الناشئين، الجبلاية تحذر من عدم التعامل مع كيانات غير مرخصة. الفترة اللي فاتت شفنا شركات تسويقية، شركات تسويق بتدعي النهاردة إنها بتعمل اختبارات علشان تودي اللعيبة أندية. اتحاد الكورة حذر أولياء الأمور من الموضوع ده، علشان النهاردة بيتقاضوا أموال علشان يودوا اللعيبة باسم إن احنا هنسوق اللعيبة بعد كده. الموضوع ده يعني فيه عملية نصب يعني بمعنى الطبيعة والمعنى الدارج. فعشان كده من هنا برنامج الأشبال بنحذر أولياء الأمور من التعامل مع الشركات دي، علشان تكون شركة تتعامل معاه لازم تكون شركة معتمدة. فعشان كده اتحاد الكورة واللجنة الخماسية حذروا أولياء الأمور من هذه الشركات التسويقية.
نروح لاتحاد الكوره والمباراه ان شاء الله. منتخب مصر الاولمبي هيلعب النهارده في الساعه 9 مع منتخب البرازيل، ومباراه جيده. اتحاد الكوره بيقول منتخب البرازيل تدرب باستاد القاهره والمباراه في موعدها. كان في مشاكل طبعا على الماليات، منتخب البرازيل كان فيه فلوس مفروض تستحق لمنتخب البرازيل اتاخرت شويه، لكن تم دفعها في النهايه، والمباراه النهارده ان شاء الله في موعدها في الساعه 9. عايز اروح لحضراتكم دلوقتي عن افضل موهبه دلوقتي في العالم كله، موهبه لم تتخطى ال 16 عام في الدوري الالماني. الموهبه دي من اصول كاميرونيه، زي ما احنا شفنا ميسي وشفنا كريستيانو رونالدو، ايضا هذه الموهبه هي ابرز موهبه على سطح الارض. حتى العنوان بيقول فليتاهب العالم لمشاهده المعجزه موكوكو. موكوكو هو من اصول كاميرونيه، بيلعب في نادي بروسيا دورتموند في الدوري الالماني، هو عنده 15 سنه. يوم 20/11 يعني بعد ايام قليله، 3 ايام هيتم 16 سنه. الفريق الاول في بروسيا دورتموند عايز يشركه، لكن النهارده القوانين واللوائح في الدوري الالماني بتقول ما يقدرش يشارك الا وهو عنده 16 سنه، فبعد 3 ايام ممكن نشوف الموهبه المعجزه موكوكو قريبا ان شاء الله في الملاعب الالمانيه. زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني ابرز لقطات موكوكو اللي هسيبكم تشوفوها، ونروح لفاصل، وبعد الفاصل استنون. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح مع حضراتكم لاكاديميات النادي الاهلي. ما شاء الله كابتن عبد المنعم شطه عامل شغل كبير ومجهود كبير من بدايه ما توليه اكاديميات الاهلي. ما شاء الله النادي الاهلي دلوقتي عنده افرع كتير، ما يقرب من 16 او 17 فرع في محافظات مصر. منذ ايام قليله تم افتتاح فرع النادي الاهلي او اكاديميه النادي الاهلي في دمياط. دمياط يعني محافظه كبيره ومدينه كبيره، ما شاء الله في عدد سكان كبير، وكمان الميزه هناك انهم يعني اهلاويه. فان اكاديميات الاهلي تكون موجوده هناك ده شيء جيد جدا. اكاديميات الاهلي هدف استثماري كبير جدا للنادي الاهلي، وايضا بالاضافه مع انه يكون هدف استثماري كمان اكتشاف المواهب. دمياط يعني محافظه مليئه بالمواهب، اكاديميات النادي الاهلي كانت موجوده هناك. ان اللعيب يجي اختبارات للنادي الاهلي في مدينه نصر كان بيصعب شويه، فالنهارده النادي الاهلي يكون موجود في كل محافظه ده شيء جيد جدا. الحاجه الثانيه كمان شعبيه النادي الاهلي في كل المحافظات، فنشر شعبيه النادي الاهلي حتى في اللعيبه الصغيره او في الاعمار السنيه الصغيره ده شيء جيد من خلال الاكاديميات. معانا دلوقتي الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي على التليفون عشان نساله بقى عن فرع دمياط. تحياتي ليك يا كابتن شطه. يا كابتن اسامه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك على افتتاح فرع اكاديميه النادي الاهلي في دمياط. والله انا حقيقه انا بشكر طبعا قناه النادي الاهلي انها بتتابع هذه الاكاديميات والافرع المختلفه في المحافظات، وده طبعا حاجه توري انه القناه دي هي طبعا المنفذ اللي من خلاله النادي الاهلي بيعرض كل الانشطه اللي بيعملها على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى الانشطه المختلفه. فانا حقيقه بحيي حقيقه وبشكر مجلس اداره نادي المستقبل بدمياط الجديده دكتور امر الله وكل الاعضاء مجلس الاداره، يعني بدون فرز لانهم كانوا متواجدين حقيقه في يوم رياضي جميل افتتحنا فيه هذه الاكاديميه اللي حقيقه في خلال اقل من اسبوعين كان العدد يعني يتجاوز ال 100. وده طبعا يعني يدل على انه دمياط دي هي يعني من الاماكن المهمه جدا للنادي الاهلي في انه يكون فيها اكاديميه. وانا بشكر المسؤولين في نادي المستقبل حقيقه سهلوا كل الاجراءات وسهلوا كل الفاسيلتيز اللي موجوده عشان نفتتح هذه الاكاديميه، والحقيقه براسها او مدير الفرع بتاعها لاعب في النادي الاهلي وزميلكم في النادي الاهلي احمد نبيل. احمد نبيل طبعا كان حارس مرمى الاهلي يعني في الناشئين، وكان ابن من ابناء الاهلي، وتعيينه برضه يا كابتن شطه ده بيسهل كمان المهمه ان هو من دمياط كمان. ودي طبعا حاجه الحقيقه انا يعني اللي شجعني ان انا اسرع فيها لما عرفت ان هو موجود في دمياط حقيقه، وانه هو يعني مستقر هناك. افتكرته طبعا لما خرج لعب بره انه مش موجود، لكن حقيقه احمد نبيل قام بمجهود كبير جدا تحت قياده طبعا حقيقه مجلس الاداره دكتور امر الله الحقيقه الذي يعني تساهل معنا كثيرا واعطانا كل الامتيازات، وان شاء الله نحاول نخلق من هذه الاكاديميه الصرح كبير جدا يعني عشان تجتذب اكبر عدد من الناشئين وتبقى يعني تطوير لكره القدم في هذه المحافظه الجميله
تمام. يعني احنا دايما بنشكر فيها. وحضرتك معانا على التليفون يا كابتن شطح، احنا دلوقتي بنعرض لقطات للاكاديميه والتدريبات، ما شاء الله شايف كمان في اعمار سنيه صغيره 4 سنين. الاكاديميه من اول سن كام لكام يا كابتن شطح؟ والله يا اسامه عايز اقول لك على حاجه غريبه، احنا فوجئنا انه الاعمار السنيه 4 سنين و5 سنين و6 سنين اصبحت يعني ترند، حاجه كده ما حصلتش قبل كده انك تلاقي 4 سنين بخش اكاديميه، لكن اعداد في كل الاكاديميات بجميع المحافظات حتى في القاهره هنا الاعداد الحقيقه يعني اثبتت انه كره القدم ممكن تبدا من مرحله سنيه صغيره. كنا في الاول يعني ايام كنا لما كنا بناخد 4 سنين كانت الناس بتقول لك اي تقول لها يعني مش صحيح انك تبدا في هذه السن، لكن وجدنا انه في الاعمار دي في مواهب كويسه يعني ممكن من خلال تطويرها ومن خلال تقلها من خلال مدربين، يعني لازم يكونوا مدربين متخصصين يا كابتن اسامه. لازم في هذه المرحله السنيه، لان ليس مرحله انك انت تخلي الدريبلينج والزجزاج والحاجات دي، لا ده لازم تعلمه ازاي تكوردينيت، ازاي يعني التوافق العصبي والعضلي في المرحله الصغيره دي مهمه جدا. فنحن الحقيقه لو نلاحظ يعني شيء جميل جدا انك انت تبدا بهذه المرحله الصغيره، بالرغم ان انا كنت في زمان معترض على هذا العمر، لكن وجدت الاقبال كبير جدا، وانه الحقيقه الفيفا نفسها استطاعت انها تضع برامج لهؤلاء الاطفال الصغار. كابتن شطح، اكاديميات النادي الاهلي ممكن نشوف الفتره الجايه بتطلع لقطاع الناشئين لعيبه ومدربين؟ انا والله كان عندي اجتماع النهارده مع مستر مايكل المدير الفني لقطاع الناشئين، تنسيق مع خالد بيبو دايما بيتواجد معايا في الاكاديميات، طلب مني برضه، قلت له عايزين ندي دورات للمدربين ونعمل عمليات تثقيف اسبوعيه او شهريه. هي راجل وافق مشكورا يعني انه يتطوع انه يرفع من مستوى اداء المدربين، وطلبت منه حقيقه انه يتابع معايا اللعيبه المتميزه اللي في الاكاديميات ونعمل مباريات بيننا وبين القطاع في شكل يعني مهرجانات يعني او مباريات يقدر من خلالها يعني يضع برنامج لهؤلاء اللاعبين في الاكاديميه مستقبلا انه يكون لهم دور في قطاع الناشئين. ودي طبعا يعني انا بشكره عليها انه بيتواجد في الاكاديميه بصفه مستمره، بيعاوننا حتى في حاجات كثيره جدا، بيخش مع المدربين، بيجيب مدربين من قطاع الناشئين يخشوا معانا في الاكاديميه في المراحل السنيه الصغيره، وده حقيقه اضاف للاكاديميه نوع من التمازج والاختلاط، ودي حاجه انا بعتقد انها كويس يعني هتثمر مستقبلا بلعيبه موهوبه جدا في هذه المراحل السنيه. وانا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي انه خلى هذا الرجل يكون موجود في قطاع الناشئين، وتواجده مع الاكاديميه دي شيء يعني كلنا حقيقه سعداء بيه. وده شيء جيد ان اكاديميات الاهلي تنتشر في كل المحافظات. اخيرا كابتن شطه، ما شاء الله يعني نمسك الخشب، عندنا كام اكاديميه دلوقتي؟ ما بلاش يا كابتن اسامه، يا كابتن اسامه عشان الحسد. يعني هم 17 اكاديميه دلوقتي ما شاء الله. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله نستغل خبرات الكابتن شطه الافريقيه ونشوف اكاديميات الاهلي في افريقيا ان شاء الله. كابتن شطه، انا طبعا امبارح كنت بتكلم مع بعض الاخوه في السودان اننا عايزين نبدا نعمل اكاديميه في الخرطوم او الحاجه، وبعد كده ننتشر في محافظات السودان مختلفه. كويس، وان شاء الله الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن عمر الخطيب يعني حريص على انه ننشرها كمان في غانا وفي انجولا وفي نيجيريا وفي بعض وجنوب افريقيا. طبعا عندنا فيتسو موسيماني موجود وعنده اكاديميه هناك في سان داونز، نستطيع من خلال هذه التوأمه اننا نخلق كمان اكاديميه في جنوب افريقيا باسم النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله على بدايه هذه السنه القادمه يعني نعمل اكاديميات في كل انحاء افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. يعني كابتن شطه اتكلم في نقطه مهمه، وانا نفسي اتمنى اشوفها خلال الفتره اللي جايه، زي ما بنشوفنا النادي الاهلي ما شاء الله منتشر في كل محافظات مصر، موجود برضه في اكاديميه في الامارات وفي الكويت، اتمنى في افريقيا، ان افريقيا فعلا فيها مواهب كبيره، وكمان اسم النادي الاهلي كبير في افريقيا، فان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف اكاديميات النادي الاهلي في افريقيا. زي ما شفنا النادي الاهلي اكاديمياته وقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ايضا في برنامج الاشبال بنغطي برضه قطاعات الناشئين في الانديه الاخرى. هنروح لقطاع الناشئين، مهم جدا السنه دي ضم رئيس قطاع الناشئين، يعني انا بعتبره ابو الاشبال الكابتن امام محمدين، وهيكون في طفره كبيره السنه دي في نادي الاتحاد السكندري. نروح نشوف التقرير ده من قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مجلس إدارة نادي الاتحاد فكر في
تحويل او ثوره في القطاع الناشئين، عشان كان الوضع بتاع ناشئي نادي الاتحاد مش على قدر ثقه الناس ولا طموح الجمهور اسكندريه، ففكر ان هو يعمل ثوره. فكان الثوره كان بدايتها ان هو جاب افضل على ما من وجهه نظر الناس كلها افضل رئيس قطاع ناشئين وانجح رئيس قطاع ناشئين في مصر الكابتن امام محمدين. فجاب الكابتن امام محمدين، وكان الكلام مع الكابتن امام محمدين ان احنا عايزين نعمل كاننا بنبني او نعيد بناء قطاع الناشئين، مش بس في ان احنا نطلع اللعيبه للفريق الاول او تحسين نتائج فرق الناشئين، لا ده الكابتن امام جاي عشان كمان يحضر كوادر زي ما حضرتك بتقول، كوادر في المدربين في الاداريين في اي حاجه في القطاع، وهو ده الغرض الاولاني. والكابتن امام من اول ما جاء بيعمل كده، يعني بيعمل ورش عمل، بيعمل كورسات صغيره، في كلام على النت مع المدربين على طول، بيحضر حاجه احسن. احنا عندنا خطه قصيره او قريبه قصيره المدى اللي هي تحسين نتائج الفرق الناشئين ووضع نادي الاتحاد في الناشئين في مكانه افضل مما كان عليها، ومحاوله تصعيد بعض من الناشئين يمكن بدات للفريق الاول. اما الخطه البعيده اللي هو تربيه الكوادر، يعني عمل كوادر فنيه واداريه للقطاع، واحنا بدانا في الخطتين وربنا موفق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنلاقي انت كويس بالنسبه لقطاع الناشئين. يعني بس مش عايزين نستعجل شويه، لان الحاجه اللي كده لازم يكون فيها تأني شويه وصبر لحد ما ان شاء الله باذن الله هتلاقوا ان في قطاع ناشئين في نادي الاتحاد بينافس على بطولات الجمهوريه، وهنلاقي كمان اكتر من لاعب بيصعد للفريق الاول، وده هو هدفنا في الاول والاخر. كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري مكسب كبير جدا. الحاج محمد مصلحي او كابتن محمد مصلحي او الاستاذ محمد مصلحي يعني عمل صفقه من الصفقات المهمه لقطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. هو كابتن امام محمدين عمل طفره كبيره جدا على مدار سنوات في نادي انبي، يعني بلغه الكره كسب انبي مكاسب كبيره جدا ماليه، وكمان على المستوى الفني شفنا لعيبه كتيره من قطاع الناشئين في انبي كانت مع الفريق الاول. ايضا مد كل المنتخبات ناشئين وشباب واولمبي ومنتخب اول بلاعبين خرجوا من تحت ايديه. فان شاء الله من المنتظر نشوف الاتحاد السكندري السنه دي في قطاع الناشئين بتاعه بثوب جديد تحت قياده الكابتن امام محمدين، اللي بتمنى له كل التوفيق وكل لاعبي الاتحاد السكندري. نروح للنادي الاهلي، وعندنا فقره مهمه جدا، فقره نجم على الطريق. دايما هنا في برنامج الاشبال بنتنبأ عن المواهب اللي موجوده داخل القطاع وبنتكلم عنها. عايز حضراتكم تشوفوا الموهبه اللي جايه دي. زي ما احنا اتكلمنا عن موكومو، يعني لاعب الكاميروني اللي في بروسيا دورتموند، الموهبه اللي هتهز العالم، عايزه تشوفوا معانا في برنامج الاشبال موهبه لا تقل عن المواهب العالميه. لاعب اسمه محمد ابراهيم مواليد 2009، طبعا 2009 لسه صغيرين بيلعبوا في الملعب حوالي 5 جول او 6 جول. بيلعب هو في الحته يعني تحت المهاجم، لكن حاجه ما شاء الله، حاجه بارعه، موهبه يعني منوره من بدري. نروح نشوف التقرير ده عن محمد إبراهيم لاعب مواليد 2009، وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل أستقبل ضيفي كابتن شادي رضوان. تعادل كده سهلة الكرة، مش ممكن. محمد ابراهيم، يا سلام يا سلام يا ابراهيم، جول جول جول، الهدف الثاني. محمد توصل الكره، ادي الاستلام، يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه يا ولد يا ولد يا ولد، يلا يلا يلا، جول محمد ابراهيم يحرز الهدف الثاني بالصلب. يظبط ايمن ايمن ايمن، حلوه يا ولد، يلا هيمه يلا هيمه يلا هيمه، اضرب الله، مش ممكن، حلوة التسديدة من هيما، يسدد كورة عبر، يا
يا سلام يا عمور، يلا يا عمور عمور عمور، الله جول، مش ممكن، مش جول، جول، الله 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 الله، الهدف الثالث على التاريخ محمد ابراهيم، هدفين لمحمد ابراهيم في المباراة. 3-0 اصدقائي المتابعين في احداث وزمن الشوط الاول. يا ولد عدى مهار عالية جدا ابراهيم، جول 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 جول، محمد ابراهيم الشبيه نجم السويسري ستيفان الشابوسات نجم منتخب السويسري. ابراهيم ارضيه مش ممكن، الله الثاني جول 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 جول، محمد ابراهيم استلم غير اتجاهات تسديد. كابتن خالد حمدي ايه اللي عايز يسوي؟ ابراهيم هنشوف السادس، مالكش حل يا محمد ابراهيم. وجول للفراري، جول للفراري، الفراري شادي رضوان. ربما لم يحصل لاعب في عمره على شهرة مثل ما نال شادي رضوان فراري الأهلي الصاعد بقوة الصاروخ. لاعب صغير كتب اسمه بسرعة البرق في قائمة الفريق الأول بالأهلي بعد ارتباط الجماهير به بسبب مستواه الرائع. عرض يا سلامة، يلعبها جول 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 جول، جوه جول للفراري، يا الفراري شادي رضوان. هنا في الأشبال كنا أول من تحدثنا وقدمنا شادي رضوان، قدمناه نجم على الطريق، مبارياته مع فرق الشباب وأهدافه ولمساته وتألقه هي من كشفت عن موهبة رائعة، خطف الأضواء فكانت الفرصة التي يبحث عنها كل ناشئ بالأهلي وهي الطريق إلى مختار التتش. ولد شادي رضوان عبد الرؤوف محمد في الأول من سبتمبر عام 2001، بدأ حياته في المنصورة ولفتت موهبته أصدقاءه، فتحركت الأسرة على الفور لتحقيق حلمه بالالتحاق بالأهلي. يا سلام يا شيكو شادي رضوان. انضم لأكاديمية النادي هناك وقبل مرور 70 يوما كانت العين الخبيرة الثاقبة ترشحه للسفر إلى القاهرة والانضمام لقطاع الناشئين. لم تكن الحياة وردية، فخضع لاختبارات جديدة في ملاعب النادي بمدينة نصر، ولكن منذ الوهلة الأولى كان عبد النبي عاشور وأسامة عباس قد اتخذا القرار وتم ضم شادي رضوان إلى القطاع. لفت الأنظار بموهبته العالية وسرعته الفائقة حتى اشتهر بلقب الفراري. سعد في التمرير الشادي، شادي شادي الفراري بتاع النادي. وشبهه آخرون بالحاوي وليد سليمان، أصابته عين الحسد حيث اختارته صحيفة الجارديان ضمن أفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم، فتعرض للإصابة ولكنه عاد أقوى مما كان للتألق مع فريقه، فتلقى عروضا بالجملة مصرية وعربية وآخرها العين الإماراتي. تمسك به الأهلي وقام بتصعيده للفريق الأول ولاقى إعجاب كل المدربين الذين تدرب على أيديهم. الفراري شادي يتحدث عن موهبته وأحلامه في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد، ضيفي وضيفكم النهاردة في برنامج الأشبال أنا بعتبره ابن برنامج الأشبال، يعني من أوائل الناس اللي اتكلموا عنه كنا احنا هنا في برنامج الأشبال. وزي ما شفنا في التقرير جريدة الجارديان البريطانية اختارته من أفضل 60 موهبة في العالم. لعب مع موسيماني وموسيماني عنده ثقة كبيرة فيه، لكن الفترة اللي جاية عنده تحدي جديد، تمت إعارته للنادي البنك الأهلي علشان يبدأ يشارك بصفة مستمرة وإن شاء الله السنة الجاية يكون موجود مرة أخرى في النادي الأهلي. برحب بضيف وضيفكم النهاردة كابتن شادي رضوان. منور يا كابتن شادي. أهلا بيك كابتن أسامة، وأنا مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك، ومبسوط طبعا إن أنا في قناة النادي الأهلي أكيد. أول مرة معانا في برنامج الأشبال. بالظبط أه. فإن شاء الله كده الفترة الجاية كده ربنا يكرمنا كده مع نادي البنك الأهلي، لسه خارج إعارة كده إن شاء الله أرجع للنادي كده وأكسر الدنيا بإذن الله. عايز أتكلم معاك من الآخر بقى، من الإعارة. الإعارة تمت امبارح ولا النهاردة؟ لا خلصنا كل حاجة كانت امبارح، يعني أنا كنت مخلص مع نادي البنك أول امبارح وجينا امبارح في النادي خلصنا كل حاجة. نزلت التدريب بالفعل ولا لسه؟ نزلت النهاردة، كان أول تمرين ليا كان الصبح كده. تحدي جديد يا شادي، يعني النهارده يعني رؤيه النادي الاهلي انك تكون موجود
معاك طبعا برضو مع رؤيتك انك تكون موجود الفتره اللي جايه في نادي البنك الاهلي عشان تبدا تشارك بصفه مستمره، تقدر تثبت نفسك، تاخد خبرات، وان شاء الله عوده مره اخرى للنادي الاهلي السنه الجايه. اكيد طبعا يا كابتن، انا يعني الواحد كان محتاج خطوه زي دي من سنه تقريبا، بس الحمد لله يعني كان فتره الاصابه عطلتني شويه. بس خير يعني جد دلوقتي. طبعا انا من خلال البرنامج بشكر النادي الاهلي على ان هم وافقوا على اعارتي لنادي البنك، خطوه مهمه في مستقبلي. تفرق معايا كتير جدا عشان ان شاء الله الموسم الجديد اللي بعد الجاي ده ان شاء الله يبقى ليه مكان ان شاء الله في النادي الاهلي يعني. ان شاء الله، وده تفكير جيد جدا. ليه اخترت البنك الاهلي؟ والله كابتن كان في كذا عرض كده، بس كابتن محمد يوسف اتواصل معايا بنفسه واتكلم معايا بشكل كويس، مدرب كبير طبعا كان موجود في النادي الاهلي، فاتكلمت معاه على قصه ان انا المشاركه والكلام ده كله. فحسيت يعني من كلامه ان هو يعني عارف موهبه شادي وعارف ان ازاي يوظف شادي، فعشان كده بس اخترت نادي البنك يعني. حصل ارتياح نفسي وتواصل طبعا مع الكابتن يوسف. انا قدامي لقطه دلوقتي وانت نازل، كانت في مباراه طلع الجيش بتغير مع كابتن وليد سليمان. بالظبط. شعورك وانت؟ لا كابتن وليد ده طبعا مثل اعلى ليا من بدري يعني. فكون ان انت تنزل تغييره مكانه كانت حاجه يعني شعور ما اقدرش اوصفه طبعا. انت حاجه كان نفسك تحققها من زمان، دلوقتي انت بتنزل مكانه وبتاخد مكانه في ماتش كويس، ماتش طلع الجيش، فكان شعور يعني ما توصفش خالص. لعبت انت مع النادي الاهلي مع موسيماني في مباراه، كانت البدايه الاول في مباراه بيراميدز. بالظبط. صح. لعبت حوالي كام دقيقه فيها؟ حوالي 4 5 دقائق، ولا بالوقت الضايع حوالي 8 دقائق او 10 دقائق. 8 دقائق، لكن الناس يعني في الوقت ده اثنت على شادي رضوان، في 4 5 دقائق استلمت استلام وفي كره ثانيه سددتها، فبدات حتى الاستاذ نبيل حلفاوي الاهلاوي الكبير يعني لمح وقال فعلا يعني في دقيقتين في موهبه يعني. هي الفكره كلها كابتن اسامه والله ان الماتش كان مهم، كان ماتش صعب طبعا، مطرود مننا، كان كابتن عمرو السوليه اتطرد. فماتش صعب ان انت تنزل في ماتش زي ده في الجزء اللي قدام، كمان ان مستر موسيماني يديني الثقه دي كلها ان انا اقدر، ان انا حاسس ان انا هقدر اغير الماتش، دي حاجه طبعا يعني حاجه ما اقدرش اتكلم فيها يعني. فالواحد الحمد لله ربنا كرمه ونزل ظهر بالشكل اللي الناس كانت مستنياه، وكان ممكن ان انا افرق مع الفرقه وكان هيبقى مكسب يعني. بس خير الحمد لله، ربنا يكرم كده في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا شادي. تعال نشوف مع بعض يعني الكلام اللي قلناه عنك من زمان، نشوف ونرجع نعلق عليه. كل حلقه دايما هنتكلم عن نجم او عن موهبه، بنقدم فريق المستقبل المكون من 11 لاعب. نجمنا النهارده هو شادي رضوان. شادي رضوان اللي اتكلمنا عنه كان اول برنامج يتكلم عنه او يقدمه ويعرف جميل النادي الاهلي بيه كان هنا برنامج الاشبال، وهو من يعني اللعيبه من لعيبه النادي الاهلي اللي تم اكتشافه من اكاديميه النادي الاهلي في المنصوره، وزي ما بقول لحضراتكم اتكلمت عنه جريده الجارديان البريطانيه واتكلمنا عنه هنا في برنامج الاشبال. تعليقك يا شادي، واحنا يعني الحمد لله كلامنا طلع في محله وكلامنا طلع صح لما كنا بنقول ان عندنا مواهب وعندنا لعيب، وانت فعلا يعني الحمد لله ناس اثنت عليك. لا طبعا بشكرك طبعا يا كابتن اسامه، وبشكر البرنامج الجميل ده طبعا. برنامج مهم وبرنامج بيظهر اللعيبه الصغيره، اللي انا واحد من الناس اللي البرنامج ظهرني. يعني الناس بدات تعرفني اكتر من خلال البرنامج وبداوا يتفرجوا، وكمان الماتشات اللي كانت بتتذاع مباشر لينا والفرقه ال 2001 وفرقه 99 كانت بتعرف الناس، بتحس ان انت كانك موجود مع الفريق الاول. الناس متابعاك وعارفاك وحافظاك، فطبعا فكره البرنامج فكره هايله، وان شاء الله مزيد من التقدم باذن الله. طب ايه موضوع الفراري؟ يعني شادي رضوان الفراري طلع منين الاسم ده؟ لا الاسم بصراحه كان اول حد لقبني بيه كان المعلق والمراسل دلوقتي كابتن فاروق صلاح. طبعا فاروق صلاح ما كان معانا برضه في فريق العمل، فريق الاعداد. بالظبط. في الاشبال، فهو كانت في الفتره دي انا كنت بدات اظهر شويه، وكانت القناه بتغطي المباريات كلها، فجت بقى من الفكره من هنا يعني. بس فمن ساعتها بقى الناس بدات تتكلم عن الاسم. تحب الناس تناديك بالفراري؟ طبعا. خلاص بقى اسم الشهره بتاعك دلوقتي. خلاص بقى ده الناس خلاص بقت حافظه الاسم ده يعني. كويس. عايز اروح، انت قلت نقطه مهمه جدا، يعني اكتر الحاجات اللي عرفتنا مع برنامج الاشبال بالناس او بدات تعرف المواهب هي اذاعه المباريات. اذاعه المباريات شفتوها ازاي وانتوا في القطاع وانتوا كلاعيبه صغيره؟ يعني كنتوا بتتكلموا عنها ازاي التجربه دي؟
بص يا كابتن، يعني اللعيبه لما بتحس ان في ناس بتتفرج عليها وناس متابعه، انت من وانت صغير بتحاول ان انت بقى تظهر نفسك، بتحاول ان انت تموت نفسك في الملعب، الناس تعرفك، تتشهر اكتر. فدي كانت خدمه بصراحه، يعني كان نفسنا تبقى موجوده من زمان. بس دلوقتي يعني الدنيا بقت كويسه ان انت فرقت. شايف الهدف ده؟ انا عايز اتكلم على الهدف ده، وقف عنده شويه. الهدف ده كان في مباراه ايه؟ كان مباراه دجله. ده انت يعني حاجه زي ميسي كده من نص الملعب. دي كانت تقريبا في اخر الماتش، كان فاضل 7 دقائق تقريبا. فمن بعدها انا عملت السبرنت ده وخلاص. يعني السبرنت ده بتاع نهايه المباراه خلاص. لا انا عايز اتكلم عن الهدف، يعني هدف حلو، هدف ملعوب وفي مهاره عاليه جدا وبتعدي من كذا واحد وبتروح عند جول كمان، مش بتسدد اي كلام. ده انت بتركن في زاويه. والله يا كابتن يعني انا كنت واخد القرار من بدري. انا واخد الكره من اول، رفعت عيني بصيت حسيت ان الدنيا فاضيه شويه. فقررت ان انا اروح، فجت بقى معايا ان عديت من واحد والتاني. فخلاص كل شويه انت بتقرب من الجول. فاول ما وصلت للجول بقى قلت لازم هنا بقى حته عقل شويه. انت خلاص بعد كل ده حرام ان انت تضيع حاجه زي دي. كويس. فساعه ما وصلت للجول بقى خلاص لازم ارفع عيني كويس عشان ما ينفعش المجهود ده كله يضيع. احنا بس شايفين طبعا يعني مجموعه هنا من الاهداف الحلوه، والهدف ده من الاهداف الحلوه جدا. ده كان امام بيراميدز صح؟ ده تقريبا بيراميدز الجول المفضل لقلبي يعني. بحبه جدا. الهدف ده ولا اللي قبليه؟ لا ده والتاني برضه، بس ده اكتر شويه عشان ده كان. عايزك تكلمنا عن الهدف ده. جول بيراميدز ده كان تفكير شويه صبر يعني في الماتش ده. كان المدرب لا هدف بيراميدز ده بتاع وادي دجله ده، احنا عايزين الهدف الاخير، الهدف بتاع بيراميدز. ماشي، عماره معانا هجيبه لك حالا دلوقتي. كل طلباتك اوامر هنا في الاشباء. خليك يا جد. هو الهدف ده. الماتش ده كان المفروض ان انا كنت مسمع شويه في الدوري يعني. كنت اسمك بدا يتعرف. كنت هداف الفرقه. فالمدرب من على الخط من اول ماتش معايا اتنين. امسك شادي رقم 14. فبدات اتحرك. بالظبط. فكل اللي بيتكلم فيه شادي رقم 14. فانا بدات اتحرك شويه، كنت بادئ طرف يمين. كابتن احمد سراج جابني الناحيه الثانيه. دي تقريبا كانت اول كره ليا في الماتش. بعد ما بدات اتحرك فالمدافع انا عارف ان هو جاي هيعمل تاكلينج يعني. لان هم زي ما قلت لك كابتن المدرب مان تو مان من اول ماتش. فاول ما استلمت انا عارف ان هو جاي باقصى سرعه. فلازم بقى احاول ان انا افكر شويه بدل ما اشوط. بس فطبعا عمل تاكلينج وحطيتها بمهاره برضه. المهاره المعتاده بتاعتك. عايز ابدا معاك بقى الموضوع من الاول. انت شادي انت منين الاول؟ انا من المنصوره قريه الدراكسه. طيب الفكره جت ازاي؟ رحت النادي الاهلي؟ مين اللي شافك؟ رحت اختبارات؟ القصه كانت يعني طويله شويه. بس انا كنت بلعب في الشارع عادي. فالناس قالت لبابايا ان شادي لعيب كويس وبتاع. بابايا طبعا ما كانش ليه في الكوره في الفتره دي. فانا دايما من وانا صغير بتعلق بحاجه وشويه بزهق منها زي اي حد صغير. فهو كان فاكر بقى ان شويه كوره وبتاع وهيقعد في البيت يعني. فجينا بقى قال لي نروح اكاديميه الاهلي في المنصوره. فرحت قعدت شهرين ثلاثه، ودي كانت اقصر فتره للعيب موجود في الاكاديميه يتصعد للقطاع الناشئين. قعدت قد ايه بقى؟ 3 شهور ما كملتش. 3 شهور. ما خلي بالك النقطه دي كنت لسه بكلم الكابتن شطه فيها. النادي الاهلي بيفتتح اكاديميه في دمياط، فحتى اتكلمنا في النقطه دي. يعني هدف كبير جدا، هدف انك انت بتنتقي المواهب من المحافظات. فالنهارده شادي رضوان ضيفنا كان يعني في اكاديميه المنصوره، وتم اختياره من الاكاديميه لقطاع الناشئين بالاهلي. بالظبط يا كابتن. يا اكاديميه الاهلي يعني بتطلع لعيبه كويسه جدا، الناس بتبص عليك. زي ما قلت لحضرتك انا قعدت شهرين ونص او ثلاثه يعني ما كملتش دفع الفلوس. واتصعدت لقطاع الناشئين. فاي حد بنصحه يعني ان يبقى موجود في اكاديميه الاهلي، الناس بتبص عليك، بتتمرن كويس. كويس. يعني كل الجرعات التدريبيه. وكان ما شاء الله المنصوره كمان بتطلع مواهب كبيره. بالظبط. هو اغلب لعيبه المنصوره كلها يعني ما شاء الله. حتى اللي ما كملوش في انديه لعيبه كويسه جدا. كان وقتها مدير الاكاديميه مين؟ كان الكابتن سيد؟ كان كابتن سيد لسه ماشي. كان لسه ماشي. يعني انت ما حضرتوش؟ لا للاسف. اول ما رحت كان لسه كابتن سيد ماشي، وانا لسه يعني يا دوب بدات ادخل الاكاديميه. كان هو طبعا هو اللي اسس اكاديميه المنصوره. بالزبط. اكاديميه الاهلي في المنصوره كان الكابتن سيد هناك. عايز اسالك بقى عن المدربين وعن قطاع الناشئين والمدربين اللي مرنوه في قطاع الناشئين، لكن اسمع الرد لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ابعتوا لنا على صفحه القناه وقولوا لنا راي حضراتكم في الموهبه او في اللاعب شادي رضوان، وهنقول اراء حضراتكم كلها على الهواء. وشادي معايا النهارده في ضيافه برنامج الاشبال. كابتن شادي، كنت بسألك عن يعني خلاص انت انتقلت من اكاديميه النادي الاهلي في المنصوره للنادي الاهلي، كان عندك كام سنه وقتها؟
تقريبا 7 أو 8 سنين بالظبط. 7 أو 8 سنين. انا قعدت 3 شهور، انا داخل اكاديميه الاهلي وانا 7 سنين. قعدت 3 شهور طلعت القطاع، كنت نفس السن يعني 7 أو 8. 7 أو 8 سنين. مين بقى المدربين اللي بداوا معاك بقى في قطاع الناشئين؟ والله يا كابتن اللي اختارني في الاول كان كابتن عبد النبي عاشور. عبد النبي عاشور. يعني كابتن عبد النبي عاشور ده ليه فضل كبير قوي عليا، مهما اتكلم كده مش هو كابتن عبد النبي ما شاء الله عينيه حلوه كمان. بالظبط، يعني هو ده اول حد اختارني وفضل مكمل معايا شويه، وكان في مدرب كان جاي كان لسه يمسك الفرقه ما كانش عاوزني، هو اللي صمم ان انا ابقى موجود. غير كده ما كنتش ابقى موجود يعني. فانا يعني بصراحه بشكره جدا، تعب معايا ووقف جنبي، فبشكره جدا على الفتره اللي انا قضيتها معاه. يعني مين تاني بقى؟ كابتن عبد النبي عاشور اختارك في الاول وابتديت معاه في مدرسه الكوره. بعد كده بالترتيب كابتن عصام صلاح وكابتن ياسر محمدين، بعد كده كابتن محمد شرف، بعد كده كابتن احمد سراج، وبس كده بقى الفريق الاول. يعني كابتن احمد سراج اشتغلت معاه فتره كبيره مع 2001، ما شاء الله عملته يعني نتائج كويسه جدا، وخاصه ان 2001 عندنا فريق حلو يعني، فريق ما يعني مليء بالمواهب، عندنا مغربي وعندنا شادي رضوان وعندنا عربي بدر، في لعيبه كتير. بالظبط، يعني كابتن احمد سراج قعد معانا 2 سنين تقريبا، استفدت منه كتير جدا، ومدرب انا يعني بعيدا عن الكوره بحبه جدا بره الملعب. وبيحاول ان هو يحمس اللعيبه ويحاول ان هو يطلع اقصى حاجه عندهم. وهي دي الفتره تقريبا اللي انا يعني كنت ما شاء الله ماشي فيها كويس. فتره كابتن احمد سراج تقريبا قبل الاصابه سبق 9 جوان في 9 ماتشات. جات لك اصابه قويه انت في وقت كان انا على ما اعتقد خدت عين، انت جات بعد موضوع الجارديان البريطانيه. بقول لحضرتك انا اول 9 ماتشات 9 جوان و8 اسيستات كمان. فانا كنت ماشي كويس قوي، بس جات بقى حوار الاصابه ده. يعني خير كله طبعا من عند ربنا. الواحد دايما يعني مقتنع ان كل حاجه من عند ربنا بتبقى خير. يعني استقبلت الخبر بتاع الجارديان البريطانيه، يعني الجارديان البريطانيه يعني من اكبر الصحف الموجوده في العالم، انها تتكلم عن موهبه لسه انت عندك 17 سنه لاعب مصري، فبتحطك في ضمن البرواز افضل 60 موهبه حول العالم. شفت الموضوع ده ازاي؟ خاصه انت لسه صغير، يعني الغرور بقى واستقبال الخبر والكلام ده زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعني شادي من ضمن الليسته بتاعت افضل 60 موهبه في العالم. والله يا كابتن الخبر ده كان كنا راجعين في الباص بعد الماتش، كابتن احمد سراج بلغني بالموضوع ده. كان عندكم مباراه فين وقتها؟ في المصري تقريبا، كنا في السويس. قال لي ان في جريده ومش عارف ايه والكلام ده. فانا طبعا ما فيش في دماغي يعني جريده بتكتب زي اي جريده، ما لا في ده مش جريده، مش اي جريده. انا ما كنتش اعرف خالص يا كابتن. فجينا بقى اتفاجئت بقى بعدها بيومين كده حد بيكلمني. فخدت معلومات عني اكتر وبتاع، فجينا بقى بعدها بيومين لقيت مصر كلها بتتكلم عن الموضوع ده. وانا اصلا انا فاكر ان عادي يعني، انت واخد الموضوع ببساطه في الاول. بالظبط. فكابتن احمد سراج بلغني ان في جريده من بره عايزه تتكلم عنك وكده ومتابعاك، بس انا ما جاش في بالي ان كل ده هيحصل. بس فالحمد لله بعدها بكام يوم تقريبا الموضوع نزل، ناس كتير بدات تتكلم عليا يعني. طيب بعدها طبعا خدت عين جامده قوي باصابه قويه جدا على ما اعتقد، وقتها كان كسر في التركوب، كان وكنا موجودين معاك برضو وقتها في المستشفى. حضرتك زرتني طبعا. بشكرك جدا يا كابتن. هي ما كانش كسر في التركوب بس، كانت المشكله ان كان في نزيف في الرئه. فهي دي كانت المشكله يعني، عشان كده طولت شويه في المستشفى. طولت شويه معاك. بعد كده بقى خلصت من الحوار ده طبعا الحمد لله يعني. وبعد كده كملنا بقى في حوار الكسر ده شهر او شهر ونص. بعد كده نزلت وللاسف بقى اصابه ثانيه، خدت عين ثانيه. بالظبط. عايز اتكلم عن دور النادي الاهلي في الاصابه القويه، النادي الاهلي ودور النادي الاهلي، والنادي الاهلي وقف معاك في الوقت دوت، وفر لك كل السبل عشان ترجع تاني، لكن انت ابن من ابناء وموهبه كمان بدات تظهر يعني في النور. بصراحه كابتن النادي وقف معايا وقفه كبيره جدا يعني، من اول من اول ما اتصبت في نفس اليوم طلعت على المستشفى، من اول يوم لاخر يوم قعدت 10 ايام في المستشفى تقريبا. كل شويه حد واقف معايا، كل الناس بتكلمني. كابتن محمد فضل وقتها كان مدير التعاقدات، كنت انا لسه ماضي عقد جديد. جالي المستشفى واتكلم معايا وقال لي ولا يهمك، كل الناس كلمتني يعني. مفيش حد تقريبا في كابتن فتحي مبروك، مش عايز انسى حد. رئيس قطاع الناشئين وقتها كابتن فتحي. بالظبط، مش عايز انسى حد. كل المدربين، كل العمال، كل اللعيبه، كل الناس وقفت معايا. والنادي الاهلي طبعا ما تاخرش دقيقه في اي حاجه، سواء عمليه او حساب مستشفى او الناس بتدعمني. كل حاجه بصراحه كابتن. تمام. بنفكر حضراتكم ابعتوا لنا على صفحه القناه وقولوا لنا راي حضراتكم، زي ما احنا شايفين
رأيك إيه في موهبة الفراري شادي رضوان؟ هنقول كل آراء حضراتكم النهاردة، خاصة إن إحنا يعني زي ما بنقول لحضراتكم شادي ده ابن برنامج الأشبال، من أوائل الناس اللي إحنا اتكلمنا عنه وبنتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية. عايز أرجع بقى للفريق الأول بالنادي الأهلي اللي بدأت أنت مع موسيماني اللعب في مباراة بيراميدز، مباراة صعبة بيعتمد على ناشئ في ظروف صعبة. إيه اللي بيميز موسيماني في الفترة القصيرة اللي أنت اتمرنت معاه فيها؟ أول حاجة طبعا مستر موسيماني بيعامل اللعيبة كلها سواء صغير أو كبير واحد كويس. يعني ما بيفرقش معاه، أهم حاجة الملعب عنده. دايما بيحاول إن هو يصلح الأخطاء في وقتها، ما بيحبش إن هو مدرب كبير طبعا، وكنت أتمنى إن أنا أكمل شوية معاه لكن النصيب يعني إن شاء الله أرجع الموسم الجديد هو موجود بإذن الله. خلي بالك هو بيتابع كل المعارين، يعني النهارده في اعارات راجع النادي الاهلي، محمد شريف واكرم توفيق وناصر ماهر، ويعني في اعارات راجع، فالنهارده هيتم متابعتك بشكل كبير جدا بشكل مستمر وانت في البنك الاهلي عشان تبقى انت عارف انت رايح على تحدي جديد. لا اكيد يا كابتن انا خارج عشان ان شاء الله، وصلاح محسن كمان من ضمن المعارين اللي هيرجعوا ان شاء الله في الموسم الجديد. بالظبط، فانا بقول لحضرتك ان انا خارج عشان ان شاء الله اقدم موسم كويس. مستر موسيماني والنادي الاهلي تابعوني بشكل كويس، اقدر اظهر امكانياتي اكتر في الدوري الممتاز. عكس طبعا مباراه الناشئين تحت، دي مباراه بيراميدز الثمان دقايق اللي انت لعبتهم دي يعني ابرز لقطه اللي كانت فيها تسديده وفيها ثقه وبتلعب ومش خايف. كان نفسي بصراحه تيجي جول، كانت هتفرق معايا، بس خير يعني الحمد لله اللي جاي يبقى احسن. موسيماني قال لك ايه بقى؟ قول لي اول ما شافك كده وانت يعني نازل المباراه. هو طبعا اتفاجئ ان انا نازل في ظروف ماتش زي ده، بروح للجول وكنت ماشي كويس في الماتش. اتكلم معايا طبعا قال لي كنت كويس قوي ودي بدايتك. ده بعد المباراه؟ لا انا بكلمك قبل المباراه. قبل المباراه؟ لا يعني قبل ما تنزل، قصدي قبل ما تنزل. قبل المباراه هو جه اتكلم معايا قال لي انا محتاج حد سريع يقدر يطلع بالفرقه لقدام كويس، ده في قبل ما انزل على طول. فانت عندك القدره على الكلام ده كله، ان انت تقدر تنقل الفرقه. كنا مضغوطين شويه في التوقيت اللي انا نازل فيه، فكان محتاج حد بسرعات اكتر ان هو يطلع بالفرقه لقدام. بس فهو ده اللي حصل يعني، نزلت الحمد لله ربنا وفقني في الكورتين ثلاثه اللي انا قدرت اشترك فيهم يعني، بس والحمد لله ربنا وفق يعني. طيب عايز برضو يعني اسالك عن يعني شفت ازاي النهارده 13 لاعب من قطاع الناشئين طلعوا مع موسيماني وموجودين في تدريبات الفريق الاول؟ والله دي حاجه يا كابتن يعني اكيد بتدي تحدي لاي حد موجود في قطاع الناشئين، وفرصه كويسه ان الناس تتفرج على اللعيبه الصغيره واللعيبه الشباب اللي انا يعني واحد منهم. فرصه كويسه طبعا، ويعني كل تمرينه فوق مش عايز اقول لحضرتك يعني بتفرق ازاي. كانك مباراه بتثبت نفسك فيها بالظبط، على الاقل حتى لو اقل استفاده ان انت بتبص على الراجل اللي في مركزك ايا كان مين اللعيب اللي موجود بتتعلم منه. بس طيب يعني ما شاء الله عندنا اراء كتير جيده عن شادي رضوان ما شاء الله، يعني عايز ابتدي مع حضراتكم. محمد حسني ابو حسين بيقول على شادي رضوان لاعب ممتاز. زياد احمد ابو مصطفى بيقول لاعب موهوب جدا ويا رب يكون اضافه للاهلي، ان شاء الله يكون اضافه. احمد المغربي بيقول لاعب ممتاز جدا. احمد مصطفى صلاح بيقول هو ما لعبش بشكل اساسي مع الفريق الاول بس في الناشئين مميز جدا، كل التوفيق والنجاح لشادي رضوان الفراري. هو طلع عاره للبنك الاهلي عشان يشارك بصفه مستمره ويعني يكتسب خبرات كبيره. يمنى بتقول الفراري لاعب مميز بالسرعه وموهبه كبيره وان شاء الله اعارته تكون بدايه موفقه ليه ان شاء الله. نروح لمحمد رمضان بيقول لاعب ممتاز وان شاء الله هيكون مستقبل الاهلي الفتره اللي جايه، وفكره اعارته فكره رائعه وان شاء الله دوري الابطال من نصيب الأهلي يا رب. وليد رأفت منتظرين المزيد، ولعبوا مع البنك الأهلي فرصة جيدة جدا وهو ده الهدف من العرى أنه يشارك بصفة مستمرة. أم معتز بتقول شكرا كابتن أسامة حسني على دعمك المستمر لشادي، شادي ده ابننا ابن برنامج الأشبال هو وكل اللاعبين في قطاع النشيب النادي الأهلي. محمد حسني ربنا يوفقك إن شاء الله. وياسين علاء بقول أداء رائع وممتاز. كابتن شادي ما شاء الله اراء كلها جيده، الناس متوسمه في شادي رضوان خير وبتقول ان شاء الله العاره تكون يعني خطوه جيده ان شاء الله انك ترجع تاني النادي الاهلي وتكتسب خبرات. ان شاء الله طبعا تبقى خطوه كويسه ليا
واكون عند حسن ظن الناس دي كلها يعني. ما ينفعش اخيب ظنهم خالص ان شاء الله. واحنا من هنا بنتمنى لك التوفيق وكلنا ثقه فيك ان شاء الله التجربه دي هتاخدها بقوه تكتسب فيها خبرات. نروح للفاصل وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيفي كابتن شادي رضوان. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن شادي. يعني اول ما طلعت بقى الفريق الاول وعايز اتكلم مع الفريق الاول شويه واقف معاه شويه، مين اول واحد من اللعيبه استقبلك في اول تمرينه؟ لا هو كل اللعيبه بصراحه يعني كل اللعيبه استقبلتني بشكل كويس، مفيش حد معين يعني. كله بيحاول ان هو يتكلم معاك يفكك كده، تحس ان انت يعني بقالك كتير فوق يعني. من اول يوم اللعيبه بتحاول ان هي تتكلم معاك ويقربوا منك. في طبعا محمد محمود ده اخويا طبعا يعني، ربنا يشفيه طبعا ورجعه بالسلامه. بالظبط احنا قريبين من السن شويه، فعشان كده كان بيتكلم معايا اكتر يعني، فربنا يشفيه كده ويرجعه بالسلامه. وهو شخصيه محترمه جدا يا كابتن وربنا يوفقه الفتره الجايه يعني ان شاء الله. في طبعا كهربا، في كابتن وليد سليمان طبعا. وليد سليمان طبعا ودوره القيادي وكهربا طبعا. بالظبط فكل اللعيبه مش عايز انسى حد، كلهم يعني اي ناشئ طالع بيحاولوا ان هم يدخلوه في المود بتاع الفريق الاول يعني. مين مثلك الاعلى؟ يعني الاهلي كابتن وليد. كابتن وليد طبعا من غير يعني اي كلام، من بدري قوي بقول الكلام ده. بتحب في وليد سليمان ايه؟ لا كل حاجه يعني. يعني انت قربت منه بقى خلال الفتره اللي فاتت في التمرين، في اوضه اللبس، في المعسكرات، بتشوف وليد او شايف ايه اللي بيميز وليد سليمان؟ يعني اصراره يا كابتن يعني، هو لحد دلوقتي اصراره في الملعب، عايز يلعب، بيأدي بشكل كويس، بيتمرن من اول يوم جه في النادي لغايه النهارده هو التمرين واحد. كل حاجه مثاليه يعني. فانا عشان كده بحبه جدا. بتحب اصرار وليد سليمان؟ طبعا. مين تاني من اللعيبه؟ في يعني انت قلت لي كهربا، وليد سليمان، محمد محمود عشان قريب منك في السن. في كابتن عمرو السلاية طبعا برضو اصراره في الملعب وبيتمرن كويس جدا ويعني حاجه كويسه جدا برضو كابتن عمرو. شايف شفت النهائي الافريقي ازاي شادي النهارده؟ الاهلي والزمالك صعدوا للنهائي الافريقي طبعا، نتمنى تتويج الاهلي طبعا. كنت الفتره دي لعيبه بيتكلموا عن النهائي الافريقي ومباراه 27، ابرز الكواليس اللي كانت بتتم في اوضه اللبس واللعيبه بتتكلم عن نهائي افريقيا. والله يا كابتن هو مش هتفرق المنافس يعني، اللعيبه كلها حاطه في دماغها هدف، في تفكيرها هدف هو البطوله. من اول ماتش في افريقيا واللعيبه كلها يعني عايزه تاخد البطوله دي عشان طبعا الجماهير تفرحها ونفرح نفسنا طبعا، نفرح الناس ونفرح النادي، كل الناس اللي موجوده في النادي. فهي بطولة مهمة طبعا وماتش مش هيبقى سهل. طبعا. فريق كبير فرقة الزمالك، بس احنا حاطين هدف يعني ايا كان مين المنافس انت بتلعب عشان تكسب. بس فكل اللعيبة كلها مركزة ان البطولة بتاعتنا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انت قلت لي مثلك الاعلى محليا في النادي الاهلي كابتن وليد سليمان، طب عالميا؟ عالميا كابتن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. ايه اللي بيميز بقى كريستيانو رونالدو اللي انت شايفه يعني عايز تعمله تبقى زي كريستيانو؟ اصل كريستيانو ومحمد صلاح طبعا. طبعا. محمد صلاح مثل كمان عشان هو من نفس البلد ومن نفس البيئه بتاعتنا، فاكيد مثل يعني. وبتمتاز بالسرعه انت يعني برضه، في بيميزك السرعه وانهاء الهجمات قريب شويه من محمد صلاح. بالظبط هو نفس المركز كمان، بس كريستيانو رونالدو طبعا عشان بعيد شويه عننا. الراجل بدا من الصفر يعني وكان بينحت في الصخر بمعنى اصح، فلازم ده يبقى مثل طبعا. بس. طيب عايز اكلمك عن اعارتك بقى لبنك الاهلي. ما شاء الله البنك الاهلي السنه دي بيعمل فريق كبير بقياده كابتن محمد يوسف المدرب الاهلاوي اللي عنده خبرات كبيره، بتمنى له التوفيق فبيكون فريق. من ضمن اهداف شادي رضوان انك تلعب وتكون اساسي، هل شادي حاطط اولمبياد طوكيو هدف من اهدافك انك تكون موجود مع المنتخب الاولمبي، خاصه عندك موسم طويل ممكن تشارك فيه وتتالق؟ هو طبعا مفيش حاجه بعيده عن ربنا يعني، طول ما انت في الملعب بتأدي وبتجتهد وبتعمل اللي عليك كل شيء وارد يعني، ليه لا. فانا حاطط هدف اول حاجه طبعا ان انا اشارك بصفه اساسيه مع كابتن محمد يوسف ونقدم موسم كويس ان شاء الله للفرقه، واقدم موسم كويس لنفسي اولا وربنا يكرم بقى في اللي جاي يعني، الواحد هيعمل اللي عليه ودي حاجه بتاعت ربنا يعني. خلي بالك انت عندك الموسم كامل، الاولمبيات هتكون بعد انتهاء الموسم، فانت النهارده عندك فرصه ان شاء الله ربنا كرمك وقدرت تثبت نفسك وتحجز مكان من بدايه يعني الموسم مع فريق البنك الاهلي وبدات تشتغل بشكل كويس، عندك فرصه كبيره. وكابتن شاوي غريب
قال اللعيب اللي هيكون اساسي في نادي او بيشارك في نادي هيكون متواجد في المنتخب الاولمبي. بالظبط يا كابتن، يعني خطوه مهمه ليا من كل حته، يعني سواء من ناحيه النادي الاهلي او منتخب الاولمبي او كل حاجه يعني. فهي خطوه اهم حاجه، بس الواحد يثبت نفسه ويقدر يشارك بصفه اساسيه، وبعد كده ان شاء الله المرحله دي بقى اللي جايه بعد ان انا اشارك بصفه اساسيه دي بقى بتاعتي ان شاء الله، ان الواحد يموت نفسه ويعمل اللي عليه وخير، يعني اللي هيبقى جاي اكيد من عند ربنا خير. بتدرس يا شادي دلوقتي ولا بتدرسش ولا خلصت دراسه؟ انا داخل ثانيه جامعه سياحه وفنادق. ثانيه جامعه سياحه وفنادق. وانت صغير مين اللي كان بيشجعك دايما على الكوره؟ الوالد، الوالده؟ خاصه قلت لي دلوقتي والدك يعني ما كانش ليه في الكوره زمان هو صغير، لكن بدا يهتم بعد كده، مين اللي كان بيشجعك بقى؟ لا، هي والدتي اهلاويه جدا، بس بابايا طبعا بعد بقى ما انا بقيت في النادي الاهلي بقى كل اخبار النادي الاهلي وكل حاجه تخص النادي الاهلي بقى متابعها، يعني قاعد قدام قناه الاهلي 24 ساعه. بالظبط. بس والدتي من واحنا صغيرين، من ايام من وانا صغير، من ايام الجيل ابو تريكه، الجيل اللي هو الذهبي ده، كنا دايما بنقعد اي ماتش للاهلي انا وهي على طول، يعني كنا قدام التلفزيون 24 ساعه. ايام ماتشات اليابان دي كنا بنصحى من 8 الصبح نسمع الراديو. فوالدتي يعني اهلاويه جدا من زمان، بتابعك في الماتشات كلها، دايما كانت موجوده معاك في مدينه نصر وقت المباريات. طبعا بتيجي دايما وببقى سامع صوتها كمان من بره، بتشجعك كمان. بتزعل اي حد ما بيلعب ليه. لا والله. فهي دايما في ظهري، وانا بصراحه يعني عايز اشكرها واشكر اختي واشكر اخويا واشكر والدي وعمي طبعا. الناس دي يعني وقفت معايا وقفه كبيره قوي، مهما اتكلم مش هقدر اديهم حقهم بصراحه. يعني قلت لي من شويه واحنا في الفاصل، يعني واحد برضو من اللي لهم فضل عليا كنت عايز تقوله، الكابتن محمد شرف، يعني برضو اشتغلت معاه كذا سنه وليه فضل على شادي رضوان. يعني كابتن محمد شرف قعد معانا حوالي 3 سنين. الثلاث سنين دول اكتر 3 سنين استفدت فيهم في قطاع الناشئين، من بره الملعب بقى لجوه الملعب كل حاجه. كان دايما محاضرات قبل اي تمرين، كنا بنيجي قبل تمرين بساعه تقريبا، الساعه دي محاضره. دايما بيتكلم معانا وازاي تفكر لفوق، وانت كنا تقريبا 16 17 سنه، كنا من التوقيت ده بيزرع فينا ان احنا نفكر في الفريق الاول. فمن يعني كل اللعيبه كان عندها حلم في الفتره دي ومصدقاه ان انت هتبقى موجود. فبصراحة أنا مش هقدر أتكلم عنه، ده يعني شخصية محترمة جدا بره الملعب وجوه الملعب برضه بيدي. هو موجود السنة دي مع فريق 2003. بالظبط. كنا نتمنى كمان يكمل معانا أكتر من كده، يعني كل اللعيبة اللي موجودة في 2001 كابتن محمد شرف ليه بصمة معايا سواء بره الملعب أو جوه الملعب. وإحنا بالمناسبة وإحنا بنتكلم عن المنتخب الأولمبي وحلم الأولمبيات، دلوقتي مباراة مصر والبرازيل ويعني التعادل السلبي، ودلوقتي حوالي يعني 25 دقيقه في المباراه الوديه، ودي تجربه قويه للكابتن شاوي غريب واللاعبين ايضا قبل اولمبياد طوكيو. شادي، عايز اسالك عن الكابتن خالد بيبو، ما شاء الله السنه دي عامل طفره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على مستوى الفرق، في دمج فرق كمان، فرقه 2001 بقت 2002، طبعا دلوقتي خلاص بقيت مع البنك الاهلي وتجربه قويه واعاره يبقى فيها استفاده قويه، لكن انت شفت ازاي السنه دي شكل القطاع؟ انا كنت طبعا اتصعدت للفريق الاول مع مستر فايلر، بعد كده نزلت فتره تحت تقريبا شهر او اقل، ففي خلال الشهر ده انا كنت موجود مع كابتن خالد بيبو. شخصيه طبعا محترمه بره الملعب. و وناوي يعمل حاجه مع قطاع الناشئين كل الموسم ده. بيغير، وقصه دمج الفرق دي كويسه ومفيده. بيحاول ينقل عناصر مميزه. بيبص على اللعيبه كلها، دايما متواصل مع الفريق الاول فوق كويس لاي حد مميز موجود تحت، وبيتكلم دايما فوق مع الناس فوق. فهو بصراحه يعني عامل طفره الموسم ده، وان شاء الله مزيد من التقدم يعني ان شاء الله. ما هو ما شاء الله دلوقتي في عدد كبير، لكن بقى اللعيب لما تيجي الفرصه ويطلع الفريق الاول عايزه يمسك فيها عشان يكون موجود ما ينزلش مره ثانيه. واحنا بنتكلم وانت بتقول لي محمد صلاح وكريستيانو. محمد صلاح دلوقتي بقى حلم لكل لاعب، دلوقتي خلاص فتح المجال، الطموح زاد لكل لاعب. النهارده لعيب خرج من قطاع الناشئين في المقاولين العرب، لعيب زينا في يوم من الايام كان صغير كبر، دلوقتي وصل للعالميه. شايف نجاح محمد صلاح ازاي دلوقتي، ان هو خاصه بقى بيقف على منصات التتويج
دلوقتي في اختيار الافضل في العالم ازاي؟ والله يا كابتن، هو بص، مصر فيها لعيبه كويسه كتير، بس هي الفكره بتبقى في العقليه بتاعت اللعيب. يعني محمد صلاح طبعا عقليته هي غالبا ان هي 90% من وصوله اللي هو فيه كويس، ففي لعيبه كتير كتير جدا في مصر كويسه، بس بتبقى العقليه شويه ضعيفه. فانت اهم حاجه تشتغل عليها بعيدا عن الكره عقليتك، يعني الاستمراريه بتاعتك. هو ما شاء الله كل ما بيوصل لحاجه بيفكر في اللي بعده، وهي دي الفكره، ان ما تبقاش طموحك ضعيف، ان انت كل ما بتوصل لحاجه فانا خلاص انا كده انا عملت اللي عليا وبتاع. لا طبعا لازم تفكر في هدف اكبر كمان توصل. كويس. محمد صلاح قال من زمان وانا صغير بشتغل على نفسي. شادي رضوان دلوقتي بتشتغل على نفسك، بتطور نفسك؟ بص يا كابتن، هي تقريبا القصه مشابهه شويه. يعني هو برضو كان بيسافر من البلد بتاعته مش عارف كام ساعه، 4 ساعات او 5. انا نفس القصه تقريبا. اول 4 سنين ليا في النادي، انا في النادي من 11 سنة. اول 4 5 سنين كنت سافر برضو كل يوم برضو، يعني السواقين تقريبا في المواقف بقوا حافظوك خلاص، الكرسي اللي قدامي ده بتاعي. طب هسيبك تكمل الحكايه دي، بس عايزك تقول الو. الو 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 حبيبي منور ده مين؟ لا لازم تعرف. طب اتكلم تاني عشان هعرفك دلوقتي. مش عارف صوتي ولا ايه؟ انا مش سامع الصوت. مش سامع الصوت؟ لا يعني طبعا لي صوتك شويه. الو. ايوه مين؟ ايوه يا استاذ منور يا حبيبي. ده والدك؟ ايوه بابا. عامل ايه باباك؟ دي مفاجاه دي على الهواء. الصوت بس مش عامل ايه يا حبيبي؟ منور الدنيا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي بنورك. يا حاج رضوان. كابتن اسامه، ايه الاخبار؟ والله تمام الحمد لله، الله يبارك فيك. شايف إعارة شادي للبنك الأهلي وتحدي جديد وتجربة جديدة بنتمنى فيها التوفيق، شايفها إزاي؟ والله هي تجربة إن شاء الله ممتازة، وهتدي له الفرصة إن هو يشارك. وإن شاء الله ربنا يكرمه ويرجع لبيته. إحنا كلنا معاه يعني. تعبت معاه كتير حضرتك ووالدته يا أستاذ رضوان. والله هو يستاهل. يعني هو من صغره هو غاول النادي وبيحب النادي من صغره. كويس. شادي كان بيقول لي دلوقتي بابايا مالوش في الكوره، كان زمان دلوقتي قاعد قدام قناه الاهلي 24 ساعه متابع كل اخبار الاهلي. كنت ابقى في اوضه وهم في اوضه لما يكونوا بيتفرجوا على الماتش. فدلوقتي خلاص بقينا كلنا اهلاويه. تمام. الحاجه بتتفرج دلوقتي؟ والله اكيد. طيب عايز اخيرا نصيحه منك يا استاذ رضوان لشادي في التحدي الجديد في البنك الاهلي، ان انا عندي ثقه ان شادي ان شاء الله هيخوض موسم كويس، هيأدي فيه منتهى القوه، وهيكون فتحه خير عليه سواء مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله يروح، وكمان عودته مره اخرى للنادي الاهلي. فعايز رساله منك ونصيحه منك لشادي دلوقتي على الهواء. والله هي النصيحة إن هو يحافظ على نفسه كويس، وصلاته يفضل محافظ عليها، هي دي أهم حاجة، وربنا يكرمه ويوفقه. ربنا يوفقه إن شاء الله يعني، ونشوفه لعيب كبير. يا أستاذ رضوان أنا بشكرك يعني شكرا جزيلا، وزي ما بقول لحضرتك إحنا دايما يعني عندنا ثقة كبيرة في شادي رضوان. شادي كنت انت شكرا يا استاذ رضوان. شادي كنت بتحكي لي عن ظروف مشابهه بينك وبين محمد صلاح في البدايات، كان هو بيسافر وانت برضه نفس الطريقه ونفس الاسلوب، بتسافر برضه من المنصوره للقاهره كتير. يعني انا قلت لحضرتك السواقين تقريبا كانوا حافظيني. فانا كنت بسافر دايما من المنصوره للنادي الاهلي، كنت تقريبا بوصل في 5 ساعات او 4 ساعات. كان عندك كام سنه وقتها؟ 7 8 سنين. من سبع سنين ل 15 او 14 سنه لما بدات استقر هنا في القاهره. يعني انا كنت بسافر حوالي 3 4 سنين كاملين، كل يوم سفر. من الصبح الساعه 9 تقريبا برجع بالليل بقى على 10 بقى. نفس اليوم في نفس اليوم انام واصحى الصبح. كل يوم على الوضع ده يعني. وانت راسم قدامك هدف وانت عندك 7 سنين. بالظبط يا كابتن، هو انت حاطط هدف. وكمان في الفتره دي بقى حد انا لازم اشكره بقى. يعني والدي دايما مسافر، ما كانش والدي هو اللي بيجي معايا، انا كنت لسه 7 سنين. فكان عمي بقى هو المتولي المسؤوليه دي كلها. كان كل يوم برده معايا، ما فيش يوم كان بيفوته.
فانا بشكره جدا، وهو ده يعني ليه فضل كبير قوي عليا طبعا. وانا من هنا كابتن شادي يعني بضم صوتي لصوت والدك، زي الحلقه اللي فاتت ما انا قدمت نصايح لعربي بدر، هقدم لك نصايح بسيطه على الهوا. انت خامه ممتازه ولاعب جيد وليك تنتظر مستقبل كبير علشان تقدر تكمل المشوار، وان شاء الله تكون موجود في النادي الاهلي وتقدر تسطر تاريخ كبير. لازم في حاجات تعملها، تحافظ على صحتك، تمرينك دايما، التواضع، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ودايما تكون بار بوالدك ووالدتك وباهلك. وفي النهايه بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وشرفتنا ونورتنا يا كابتن شادي. ربنا يخليك كابتن اسامه، وانا بشكر حضرتك طبعا، وبشكر القناه، وبشكر البرنامج كله، وان شاء الله اكون عند حسن الظن كده الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. في نهايه حلقتنا بشكر ضيف اللي كان منورنا وشرفنا، كابتن شادي رضوان. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في التحدي الجديد في عرضه مع البنك الاهلي. ما زال الحديث مستمر عن المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الاسبوع الجاي انتظرونا وحلقه جديده من الاشبال.